قرار أضر بشكل كبير بمصالح الصياد الكويتي وجعله يتكبد معاناة وخسائر كبيرة في كل رحلات الصيد إلى المياه الدولية، وقد يؤدي إلى العزوف عن الصيد مما يسبب انخفاضا في مستوى الأمن الغذائي. صعوبة وصول الربيان بالمواقيت هذه بالتأخير هذه تعيق السوق المحلي، من ثم متوقعين مثل ما قلت لك إنه راح يكون في ارتفاع أسعار. ايضا اليوم يعني زاد علي يعني المشوار، اليوم كل ما زاد عندك المشوار كل ما صار احتياجك للديزل اكثر. فرق شاسع بين المسافة للوصول الى منطقة الصيد في السابق وبعد تطبيق القانون الجديد. بالنسبة حق قبل القرار كانت انطلاقتنا من نقعة الشملان لمينة الدوحة، من بعدها توجه حق مكان المصيد اللي المسافة بحدود 50 ميل تاخذ واكثر من 5 إلى 7 ساعات. زين كانت المسافة تكون بسيطة. الحين إذا بنطلع من نقع الشملان إلى مركز أم المرادم تأخذ مسافة بالروحة 58 إلى مركز أم المرادم، لمن انتظار يعطونا إذن الخروج إلى أقرب منطقة نصيد اللي هي 25 ميل وأكثر، تأخذ بحدود يوم كامل. زيادة المصروفات على الصيادين والمشقة بسبب الطريق الطويل بإمكانه أن يتسبب بعدم صلاحية بيع الأسماك لعدم جودتها. احنا بنرجوهم او بنرسل اليهم ان هم يشوفوا القرار يرجعوا على اسم مصلحة الصياد ومصلحة الناس، لان زي ما انت شايف احنا كده بنعتبر بنروح وبنرجع بدون اي فايدة. انا هزيد عليه مصروفات كتير، يعني انا هنا مثلا بيطلع مصرفي مثلا بمون 3000 ديزل او 4000 ديزل على حسب عملي، انا هزيد عليا مصروف الديزل كمان 2000 ديزل زيادة، ومهم من الديزل السمك اللي عندي اللي انا هحصله الوقت اللي اهلكه كله ده خسارة على السمك. القوانين التي فرضت على الصيادين لها تبعات، ابرزها ارتفاع في أسعار الأسماك التي هي أساسا مرتفعة. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.